طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن يعني تفصيله كده طول عمرها برضو مميزه للنادي الاهلي عبر تاريخه، زي ما في حاجات كتير عناوينها محترمه كلها ملتصقه يعني من قديم الازل بالنادي الاهلي، من ضمن التاتشات دي تاتش الوفاء، يعني دايما تلاقوا النادي الاهلي عنده وفاء لكل اعضائه ولكل نجومه ايا كان الاجيال اللي هي بتمثلها. امبارح رحل عن عالمنا الكابتن محمود رشدي، وطبعا اصدر النادي الاهلي بيان لنعي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضيه بالكامل، كلهم الحقيقه نعوا ببالغ الحزن والاسى الكابتن محمود رشدي لاعب النادي الاهلي الاسبق، داعين له المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. طبعا الكابتن محمود رشدي يعني اطلقت عليه جماهير الكره الاهلاويه المايسترو الصغير، ده كان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في مرحله الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، برفقه طبعا المايسترو صالح سليم واحد من اساطير النادي الاهلي، واستطاع هذا الجيل المميز من لاعبي الفريق حصد الكثير من الالقاب وطبعا زياده شعبيه النادي في مصر والوطن العربي، فطبعا يعني رحمه الله عليه. الله يرحمك كابتن رشدي، وبنعزي اكيد العائله يعني الكريم، ربنا يرحمه.